دلوقتي مشاهدينا الكرام هنتحول لجيرمين إبراهيم، واللي هنتابع معاها انتشار سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك في تاني أيام العيد لمراقبة الأسواق. تفاصيل أكتر هنتعرف معاها يعني عن الموضوع ده مع جيرمين. صباح الخير عليك يا جيرمين، وكل سنة وانت طيب. صباح الخير عليك يا هدير، وصباح الخير على مشاهدي. صباح الخير يا مصر في كل مكان، وكل سنة وانتي والسادة المشاهدين بألف خير. يعني زي ما قلت الحقيقة، في إطار الجهود الأخيرة اللي بيقوم بيها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، وكمان الاهتمام بتوفير السلع والمنتجات والمستلزمات الطبية بأسعار ومناسبة وبجودة عالية، قرر جهاز حماية المستهلك نشر سيارات الضبطية القضائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك للرقابة على الأسواق. وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن الدور اللي بتقوم بيه السيارات، وكمان إزاي يقدر المواطن يتواصل معاها ومع الجهاز، هيكون معانا ضيفنا الدكتور احمد سمير القائم باعمال رئيس جهاز حمايه المستهلك. صباح الخير يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. يعني في البدايه لو نعرف المواطنين ايه هي سيارات الضبطيه القضائيه وايه هو دورها. صباح الخير وكل سنه وحضرتك طيبه ومصر كلها بخير وعام سعيد على الجميع ان شاء الله. زي ما قلنا كده ان احنا بنقدم حاجه جديده المره دي في العيد، هي انتشار عربيات الضبطيه القضائيه. سيارات الضبطيه القضائيه هي سيارات ماموري الضبط القضائي اللي منتشرين في كل حته. ده مش معناه ان احنا موجودين بس في الاماكن الانتشار اللي قلنا عليها السيارات، لا، الحملات الطبيعيه شغاله، الحملات اماكن تواجد الناس في الاماكن اللي فيها المستهلكين او فيها المواطنين موجودين في كل المحافظات. عشان الناس بتسال هل انتوا عاملين انتشار في القاهره والجيزه بس واسكندريه؟ لا، الحملات الطبيعيه موجوده اللي احنا متعودين عليها كل عيد وفي الاماكن تجمع الناس موجوده، لكن دي تجربه جديده بنجربها، بنقول احنا موجودين في الميادين العامه في الاماكن برضو تجمعات الناس في القاهره الكبرى وفي الجيزه وفي الاسكندريه كتجربه. طب ليه احنا ما عممناهاش؟ ببساطه بس قلنا احنا بنتكلف، دي تكلفه على الدوله، فبالتالي نشوف التجربه هتنجح احنا هننشرها في بقيه المحافظات ان شاء الله في الاعياد وفي المناسبات، تبقى منتشره في كل ميادين في الجمهوريه. لو لقينا ان العائد منها مش زي ما احنا متوقعين او مش بيدي للمستهلك الحجم اللي احنا عايزينه من الحمايه، لا طبعا هنعيد التجربه او نعيد تفكير فيها ونعيد توزيع بشكل تاني افضل ان شاء الله. ايه نوع الشكاوى اللي بيتعامل معاها سيارات الضبطيه القضائيه؟ هي الهدف من وجود سيارات الضبطيه القضائيه اكتر من نقطه الحقيقه. الهدف الاولاني ان التواجد في السوق نفسه المستهلك يحس بيها، يحس بالامان، التاجر نفسه اللي موجود في اي مكان عارف ان العربيات قريبه منه، اي حد ممكن يتواصل معاها يتصل بيها هتيجي تحل المشاكل اللي موجوده. ده نقطه. النقطه الثانيه انها بتستقبل كمان الشكاوي من المستهلكين نفسهم، اماكن تواجدها واماكن تمركزها اللي احنا اعلنا عنها، واحنا موزعينها في 4 في القاهره وفي 2 في الجيزه و2 في اسكندريه، ودول شغالين وبيستقبلوا الشكاوي وعاملين ارقام مباشره ليهم. يمكن حضرتك هتعرضيها على الشاشه ولا حاجه، كل الارقام بتاعتهم المباشره اللي موجوده في السيارات على طول، فهو بيتواصل مع مامور الضبط القضائي مباشره. خلينا نعرف الناس اكتر بوسائل التواصل مع السيارات دي، سواء لو في رقم او لو في موقع ممكن الناس تخش تقدم الشكاوى عليه. احنا عندنا الموقع الالكتروني لجهاز حمايه المستهلك طبعا موجود، وحتى الفيسبوك بتاع جهاز حمايه المستهلك، لكن ممكن برضه اقول للساده المشاهدين الارقام اللي موجوده واماكن تمركز السيارات. يعني عندنا مثلا في القاهره الجديده في شارع التسعيني في عربيه رقمها 010، ده رقم الموبايل اللي ممكن يتصلوا بيها، وهي بتغطي مناطق التجمع والعبور والشروق. 010 4 6 18 52 في ميدان الشهيد هشام بركات، بتغطي منطقه النزهه ومصر الجديده ومدينه نصر. 010 4 6 18 51. عندنا عربيه ثانيه اللي هي احنا واقفين فيها نهود اللي هو في دوران شبرا، بتغطي شبرا ورود الفرج وحدائق القبه والزيتون، رقمها 010 4 6 18 46. وعندنا عربيه رابعه اللي هي في ميدان الجزائر بتغطي منطقه المعادي وحلوان والسيده ومصر القديمه والخليفه، ورقمها 010 4 6 18 50. وعندنا عربيات برضه تانية موجودة في اسكندرية وفي الجيزة، موجودة على الموقع الإلكتروني بتاع الجهاز، ممكن يعرفوا أرقامها يتواصلوا معاها مباشرة إن شاء الله. طيب لو هنوجه نصيحة للمشاهدين عشان يقدروا يحافظوا على حقوقهم في حالة شراء أي منتج. بنقول لهم أول حاجة حاول إن أنت تشتري من مكان موثوق فيه، مكان معروف بالنسبة لك، لأن دلوقتي طبعًا عارفين الشراء أونلاين، فبنقول حاول قدر المستطاع تبقى عارف مين الجهة اللي بتشتري منها. مجربه او معروفه قبل كده للمستهلكين. الحاجه الثانيه ان لا قدر الله حصل لك اي حاجه، تواصل مع جهاز حمايه المستهلك عن طريق الخط الساخن 19588، وده من اي تليفون ارضي او اي وسيله اخرى زي ما احنا قلنا الموقع الالكتروني للجهاز او عن طريق الموبايل ابلكيشن او عن طريق الواتساب اللي هو 0128 166 188 0.
اي وسيله توصلوا لينا، واحنا بعد كده بنتولى الشكوى وبنقوم بحلها ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا على كل التفاصيل دي، شكرا ليك. يعني هدير، ده كان لقائنا مع دكتور احمد سمير القائم باعمال رئيس جهاز حمايه المستهلك. اي مواطن عنده شكوى يقدر يتواصل مع الارقام اللي قالها الدكتور احمد سمير، وهي كمان موجوده على الصفحه الرسميه الخاصه بجهاز حمايه المستهلك او على الموقع الالكتروني، او يتصل بالخط الساخن 19588 ويقدر يوصل شكوته اللي اكيد الجهاز بيوعد ان هو يقدر يحلها في اقرب وقت. برجع لك مره ثانيه في الاستوديو. زميلتي جيرمين ابراهيم بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما سمعنا مع جيرمين وتابعنا معاها سيارات الضبطيات القضائية لجهاز حماية المستهلك والأرقام اللي ممكن نشتكي عليها في حال حدوث أي شيء طارئ.